بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناة بي كي بروجرامر. الدروس اللقاء الماضية كانت قد تكون مملة نسبيا لان ما سوينا شيء، فقط كنا نتعلم اساسيات. من هذا الفيديو صاعدا راح تبدي بناء بعض التجارب الممتعة جدا، راح نبدي بناء بعض المشاريع. لان احنا بدنا نصدق ما ربطنا شيء، فقط كنا نربط بوتون ليد مقاومة اسلاك توصيل لا غير مع الاردوينو. طيب شنو اللي راح نقوم تعلمه اليوم؟ الاردوينو راح تربط مع عدة امور، راح نجي نعرف شنو هذه الامور اللي راح تربط مع الاردوينو. اول شيء راح يربط مع الاردوينو هو حساسات او ما يسمى بالسنسرز. من هذه الحساسات راح اراويك بعض الحساسات اللي راح نتعلم عليها بالدروس القادمة ان شاء الله. لاحظ تلاحظ هذه القطعة صغيرة جدا بالحجم، خليها تصف الاردوينو حتى تشوف صغر حجمها. هذه القطعة تقدر تعرف ايش قد درجة الحرارة الان وبالطيئة، وتقدر تعتمد عليها ببرنامجك او مشروعك. هذه القطعة لاحظ جدا صغيرة، هذه القطعة تسمى LDR او مقاومة ضوئية، لاحظ حجمها كم صغير. هذه القطعة تستطيع تحسس الاضاءة وتنطيك حسب يعني نسبة الاضاءة، تقدر تعتمد وتسوي مشاريعك. طيب هذه القطعة، طبعا عندي قطعتين منها، هذه القطعة راح تنطيك توجهها على اي جسم. مثلا اخلي قطعة منا راح تعرف هذا الجسم ايش قد راح يبتعد عنك، ايش قد مسافته، تطلعها مضبوط كم سنتيمتر عنك، اسمها الترازونيك هاي القطعة. طيب وعندنا الكثير من القطع، هذه بالنسبة الى الحساسات. ثاني شيء راح يربط مع الاردوينو، هذه عبارة عن قطعة ممكن نسميها موديول، هاي راح تأدي لي بعض الأغراض. خلينا نقول موديول، طيب مثل شنو الموديول؟ مثلا هذه القطعة، هذه القطعة وظيفتها تتحكم بنوع من أنواع الماطورات، يعني تتحكم بشيء أو تأدي لي فد وظيفة معينة. احنا لاحظنا هذا يتحسس من طني قيم، هذه راح تؤدي لي فد وظيفة معينة. طيب هذه القطعة الخاصة مثل الجويستيك الخاص بأجهزة البلاي ستيشن أو الأكس بوكس، هذه أيضا وظيفتها تؤدي لي وظيفة معينة، تحكم مو تحسس، لأن هذه أيضا موديول. هذه القطعة أيضا ممكن راح تؤدي لي وظائف معينة، وراح نعرف هذه اسمها، وراح نعرف أنا بالتفصيل شوية. قطعة جدا مفيدة بالمشاريع. هذه القطعة اللي جدا أحبها، هذه القطعة هي عبارة عن بلوتوث موديول، هذه عن طريق توصيلها مع الأردوينو راح أقدر أخليك تسوي مشروع تتحكم بأي جهاز عن بعد من خلال موبايلك. طيب إذا عرفنا هسه إحنا أول شيء عندنا حساسات، ثاني شيء عندنا موديول، ثالث شيء عندي هو المدخلات والمخرجات أو الانبوت أوتبوت. شنو يعني انبوت أوتبوت؟ يعني بكل بساطة احنا لحد الان ما نشوف، مثلا انا قصد درجة الحرارة، وين راح اعرض درجة الحرارة؟ مثلا ممكن راح استخدم الشاشة، هذه الشاشة عبارة عن شاشة LCD رقمية، تظهر لي ارقام، تظهر لي حروف، راح ايضا راح نتعلم عنها ونعلمك شلون تتعامل وياها بالتفصيل ان شاء الله. عندنا مثلا هذه ايضا شاشة رقمية لاظهار اربع ارقام فقط لا غير. واخيرا عندنا هذا الكيباد، هذا الكيباد راح اقدر استخدمه حتى ادخل ارقام او اسوي عمليات معينه للاردوينو. لاحظ حجمه، طبعا شيء جدا خفيف، فممكن تلصقه على اي مكان وتستخدمه بمشاريع جدا راح يكون ايضا مفيد. طبعا عندي بجانبي ايضا الجانب الاخر عندي بيد، هذه اضعاف من القطع واللي ايضا راح نتعلم عليها، لكن فقط حبيت انوه لك هاي مجموعة من القطع كفكرة. طيب بعد عندنا النوع الرابع من الأشياء اللي راح تربط مع الأردوينو هي الشيلدات أو الدرع. طيب شنو هذا الشيلد أو الدرع؟ الشيلد أو الدرع هي عبارة عن قطعة كاملة، هذه القطعة راح تجي تتركب فوق الأردوينو مباشرة، وراح تأدي لي مجموعة كبيرة من الوظائف حسبها. مثلا عندي شيلد معين مخصص للاتصال بالانترنت، عندي شيلد معين مخصص للعمل مع الطابعة ثلاثية الأبعاد، عندي شيلد معين مثلا حتى يحول الاردوينو إلى جويستيك.
هذه شيلدات ما راح نستخدمها، احنا نبرمج شيء بنفسنا، ما بدنا احنا نربط كل شيء موصله، ما راح نستخدم اي شيء جاهز. فاذا راح نستخدم 1 حساسات، 2 الموديول، و3 الانبوت والاوتبوت، ما راح نستخدم اي شيلد. طيب هذا الكلام بالنسبه الى الاردوينو. خلينا نجي على كلام اخر، هذه الحساسات وهذه القطع شلون راح يتم ربطها مع الاردوينو، شلون راح يكون توصيلها وشلون راح تعاملها. طبعا احنا راح نشرح كل واحدة بصوره منفصله عن الاخرى، لكن راح احب انوه على ملاحظه. لما تعلمنا على الاردوينو عرفنا ان احنا عندنا مجموعه من المنافذ اللي تلاحظ اشرتها امامك. هذه المنافذ مخصصه للتعامل مع التيار الكهربائي، يعني مثلا ادخل تيار كهربائي للاردوينو، اسحب تيار كهربائي للاجهزه. طبعا لحد الان استخدمنا فقط لدات، الان راح نقوم بسحب تيار لفان الاجهزه. وتلاحظ كل جهاز له مجموعه من المنافذ، منافذ خاصه بالتيار الكهربائي ومنافذ حتعطينا القراءات اللي راح تقراها. طيب بعدها تعلمنا على مجموعه ثانيه من المنافذ، واللي هي منافذ ديجيتال، واللي بعضها تحتوي على خاصية البلوس ويث مودوليشن. هذه المنافذ كنت استخدمها اما لإعطاء تيار كهربائي لتشغيل جهاز معين واطفائه مؤقتا، او كنت استخدمها حتى اسوي ايضا انطي تيار كهربائي، وهذا التيار راح يكون يعني اقوم بتعديل الموجة مالته، بحيث يكون لاحظتوا في الفيديو السابق تكون الاضاءة مرة منخفضة مرة مرتفعة للليد، وايضا استخدمتها للادخال البوتن. طيب اللي بقى عندي هذه المجموعة الصغيرة، هذه المجموعة الصغيرة من المنافذ، هذه تحتوي على 6 منافذ. هذه المنافذ تسمى A0, A1, A2 إلى A5. طيب هذه المجموعة من المنافذ هي منافذ الأنالوج، هذه المنافذ تعطيني قيم رقمية، مو قيم يعني 0 أو 1، راح تعطيني قيم من 0 إلى 1023، يعني تعطيني 1024 قيمة. هذه القيم راح أقوم عن طريق معادلات معينة راح أستخدمها حتى مثلا أعرف إيش قد درجة الحرارة، أعرف شدة الإضاءة، راح أعرف عدة أمور. يعني ما راح أتعامل بعد مع مثلا البوتن راح يعطيني أما مفتوح أو مغلق، لا هذا راح يعطيني ناتج، يعني راح يوفر لي ناتج ممكن حتى استخدمه بمشروعي المتبقي. فلذلك اتمنى انكم تتابعونا بالدروس القادمه، راح يحتاج تركيز لما نبدا بالعمل الحقيقي ان شاء الله. هنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهده، نشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.